هامش فعاليات قمة المناخ 27 هنا في شرم الشيخ، نلتقي مع سعادة الوزير السيد القصير معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. صباح الخير على حضرتك يا فندم. قطاع الزراعة والأمن الغذائي من أهم القطاعات المتأثرة بمسألة التغيرات المناخية ومسألة شح المياه والأمن الغذائي، مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للناس. الدور المصري في هذا القطاع ودور يعني قطاع الزراعة كمان في كوب 27. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انت قلت كده في البداية ان قطاع الزراعة قطاع هو المسؤول عن الامن الغذائي للشعوب، قطاع مسؤول عن توفير الاحتياجات الاساسية، وبالتالي قطاع الزراعة يمكن من القطاعات المتهمة، قطاع اقل القطاعات تأثيرا في الانبعاثات الكربونية، نسبة مساهمته ضعيفة بالقياس الى القطاعات الاخرى، لكن من اكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية. التغيرات المناخية بتأثر على قطاع الزراعة في جوانب ومناوحي كتير جدا، تؤدي إلى انخفاض المحصولية الإنتاجية، تؤدي إلى تعرض كثير من المحاصيل للأمراض والحشرات خاصة العابرة للحدود، تؤدي إلى استهلاك كثير للمياه للمحاصيل، بتؤدي أيضا إلى تغيير مواعيد الزراعة، تؤدي إلى زيادة ملوحة التربة، بيؤدي إلى تغيير أنظمة الزراعة في مناطق كتيرة، وبالتالي قطاع الغذاء بتؤثر على منظومة الأمن الغذائي. وبالتالي كان اهتمام العالم في ظل التحديات يمكن الثلاثة اللي احنا واجهناهم في خلال السنوات القليلة الماضية، بدءا بجائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية ثم التغيرات المناخية، أصبحت مسألة الأمن الغذائي قضية محورية، وأصبح العالم كله بيهتم بهذه القضية. ولذلك كان اهتمام كوب 27 اللي تم إطلاقه في شرم الشيخ، وشرفنا بالجلسة الافتتاحية لفخامة السيد الرئيس، وأطلقت على هذه القمة معا للتنفيذ، وبالتالي احنا كلنا متجهين نحو تنفيذ الالتزامات والتعهدات. قطاع الزراعة قطاع مهم، قطاع معني بالتدعيم، يمكن كان لأول مرة في تاريخ قمة ومؤتمرات المناخ يتم تخصيص يوم للزراعة والتكيف. احنا هذا اليوم بنطلق فيه مبادرة اللي هي الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام فاست، هذه المبادرة تم إطلاقها صباح اليوم، وسبق إطلاقها إطلاق هادي في روما من حوالي أكثر في منتصف أكتوبر. وأعتقد الحضور اليوم يمكن لو حضراتكم بعض الزملاء اللي حضروا معانا كان حضور مكثف من وزراء الزراعة في العالم، أكثر من 40 وزير من جميع دول العالم حاضرين إطلاق هذه المبادرة، تم يعني الانضمام لها، تأييدها، دعم هذه المبادرة، وحتى تحدثوا كثيرا عن أول قمة يتم فيها تخصيص يوم للتكيف في برنامج الزراعة وتدعيم الإجراءات في مجال قطاع الزراعة. وأعتقد أن استمرارية بقى في القمم القادمة سيتم إن شاء الله التأكيد على أن فاست تظل موجودة في مرتبة أعلى في القمم القادمة. عظيم. مع الوزير، الأمن الغذائي والأمن المائي مرتبطين ببعض والاثنين جزء من الأمن القومي لأي دولة. دور وزارة الزراعة خلال وجودها في كاب 27، هل في اتفاقيات تم إبرامها؟ هل في بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة في الدول الأخرى؟ إحنا دائما الدعم والتعاون مع الدول الكتير، يمكن حضرتك شفتوا كثير من الوزراء الزراعة في كثير من الدول، بنتحدث يمكن كان من شوية المفوض الزراعي الأوروبي للاتحاد الأوروبي موجود، بنتحدث دائما عن التعاون في مجال الزراعة، وبالتالي هناك تعاون مستمر ودعم بين الدولة المصرية وكل المختصين بالزراعة والبيئة والمياه في كثير من الدول. العلاقة بين الزراعة والمياه والبيئة علاقة مرتبطة وقوية، والدولة المصرية دائما يعني رغم ما نعاني من محدودية في المياه إلا أنها خدت خطوات استباقية لتدعيم قدرة الدولة على توفير المياه لقطاع الزراعة اللي بيستغرق أو بيستوعب أكثر من 70% من الاحتياجات المائية. يمكن زي ما حضراتكم شفتم محطات معالجة الصرف الزراعي العملاقة، عندنا محطتين تم إطلاقهم، المحسمة ومحطة مصرف بحر البار، وأيضا حاليا بيتم إنشاء محطة الحمام لتلبية احتياجات جانب من احتياجات المشروع العملاق الدلتا الجديدة، أيضا مشروع القومي لتبطين الترع، أيضا إطلاق مبادرة لتشجيع صغار المزارعين والمزارعين للتحول من الري السطحي أو الري بالغمر إلى الري الحديث، وبمبادرة بتمويل بدون فايدة على 10 سنين، أيضا استنباط أصناف جديدة والتوسع في برامج الابتكار الزراعي، أيضا بندعم الزراعة في مجال الإنذار المبكر والزراعة الذكية والرقمية
الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي، وأيضا التحول الرقمي وتوصيل الرسالة للمزارعين الصغار من خلال الإرشاد الزراعي الرقمي ومن خلال تطبيقات متعددة. صحيح، مسألة الزراعة الذكية والمحاصيل اللي بتعتمد على هذا وتتحول المستدام في قطاع الزراعة يحتاج إلى تمويل، وإحنا هنا في كاب توني سبب بنتحدث عن التمويل، وإنه التمويل من أهم يعني الأشياء اللي الدول بتحتاجها علشان تتحول للمستقبل الأخضر. إلى أي مدى حضرتك شايف إنه ده ممكن أن ينفذ من خلال قمة المناخ؟ طبعا قطاع الزراعة محتاج ابتكار زراعي، محتاج برامج كتيرة للتكيف، محتاج برامج كتيرة لتمكين الأنظمة الزراعية والغذائية من الصمود وإنها تقدر تلبي احتياجات الأجيال القادمة. مثل هذه البرامج محتاجة تمويل، وبالتالي الدول والحاجة اللي عايز أقولها أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة غير قادرة على تمويل برامج التكيف والتخفيف في قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال القروض ومن خلال اعتماد على موازنتها، لأن ده يمثل عبء كبير على موازنتها وعدم قدرة الدول على تنمية وتلبية هذه الاحتياجات. ولذلك يجب على الدول المتقدمة التي تسببت في الانبعاثات الكربونية أن تتحمل مسؤوليتها وأن تفي بوعودها وتتحمل تمويل وتمكن هذه الدول من تنفيذ البرامج المرتبطة بالتكيف الزراعي من خلال تمويل ميسر ومحفز. ومن هذا المنطلق كان إطلاق مبادرة فاست بتهدف إلى حشد وتحفيز التمويل من الدول المتقدمة وشركاء التنمية، وبنشكر منظمة الأغذية والزراعة فاو اللي ساعدتنا في إنجاح هذه المبادرة عشان ندعم ونحفز التمويل لتوفيره للمزارعين وللأمن الغذائي ولتوفير برامج تمويل برامج التكيف والتخفيف في القطاع الزراعي، لأن هذا القطاع زي ما حضرتك بتقولي محتاج تمويل، لكن التمويل الميسر والمحفز عشان نقدر نتحمل تبعياته. عظيم. معالي الوزير، حضرتك كنت بتتكلم عن نقطه مهمه جدا وهي الابلكيشنز او التطبيقات اللي انتم بتعملوها وبيستخدمها المزارعين زي تطبيق هدهد وغيره، بتتكلم عن حقول الارشاد الزراعي، ودي حاجه مهمه برضو جدا ان احنا نتواصل بشكل مستمر مع المزارعين والفلاحين. عايز اعرف من حضرتك ابرز المحاصيل اللي ممكن تتاثر، يعني احنا اكتشفنا ان في محاصيل شتويه بتتاثر هي كمان، يعني مش مجرد محاصيل صيفيه فقط، كل المحاصيل ممكن تتاثر طالما اتغيرت انظمه ومواعيد الزراعه ودرجات الحراره ودرجات البروده وتوقيتات سقوط الامطار. كل ده بيأثر إلى اختلاف المواعيد، وبالتالي لأن أنت عارف النبات بيتوقف معدل نموه وقدرته ومعدل الإنتاجية على درجة الحرارة، درجة الضوء، احتياجاته من المياه، احتياجاته من الضوء الشمسي، كل الحاجات دي بتؤثر، وبالتالي عندما تختلف هذه العناصر بتؤثر في إنتاجية المحاصيل سواء محاصيل شتوية أو غيرها. وبالتالي كان لابد من استنباط أصناف قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات، أصناف قادرة على تحمل الإجهادات، وبالتالي عشان كده تلاقي الابتكار الزراعي من أجل المناخ، البحوث التطبيقية دائما زملائنا الباحثين والقطاع الخاص وتشجيع البحوث التطبيقية. ويمكن يعني شفتوا حضرتك الدولة المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس تم إطلاق المبادرات الوطنية في كل المحافظات عشان نشجع الابتكار، لأن الابتكار هو الداعم. الابتكار الزراعي بيمكن من زيادة الإنتاجية، جودة الإنتاج، تحسين الكمية، وبالتالي بيمكن قطاع الزراعة من تلبية الاحتياجات. صحيح، ويمكن ده بناء القدرات اللي تحدث عنه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي احنا في امس الحاجه اليه بجانب التكيف والتمويل. يمكن حضرتك برضو تحدثت عن مساله المياه وانه الزراعه بتستخدم تقريبا 70% من المياه، وده ياخدنا لنقطه ثانيه وهو الترابط التام ما بين قطاع الزراعه وقطاع المياه في مواجهه التغيرات المناخيه. كيف تعمل الدوله المصريه في هذا الاتجاه؟ دائما احنا يعني يمكن في الحكومه بنعمل على مستوى متكامل، وكل القطاعات بتعمل على تحقيق هدف واحد. يمكن لو تابعتوا أول أمس حضرت جلسة الصحة الواحدة اللي هو الترابط بين وزارة الصحة والبيئة ووزارة الزراعة في مجال الصحة الواحدة ونهج الصحة الواحدة العالمي. أيضا هناك ترابط بين البيئة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في إدارة المياه وتلبية احتياجات الزراعة من خلال برامج زي ما قلنا برنامج القومي لتطوير الترع، تبطين المسائي والمراوي، التحول إلى نظم الري الحديثة، الابتعاد عن الزراعات الشرهة والاحتياجات المائية، الاستنباط أصناف قليلة الاحتياجات المائية، استنباط أصناف يعني مبكرة النضج وبالتالي قصيرة العمر وبتقلل من احتياجاتها المائية، أيضا اتباع ممارسات زراعية جيدة. كل دي تعاون وبرامج مشتركة، هناك علاقة وثيقة وتعاون مشترك مع وزارة الموارد المائية والري في كل البرامج، وعندنا لجنة
مشتركة بين الوزارتين، بندرس كل الموضوعات ذات الصلة عشان نقدر نتكامل، لأن الموضوع مرتبط ببعض. يعني أعتقد كمان يا معالي الوزير في مسألة التكامل، إن التكامل مش بس وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة، وزارة الصحة أعتقد كمان ليها دور، لأنه المسألة برضو مش قلة مية فقط، لا ده جودة المياه بتتأثر بشكل كبير جدا نتيجة طبعا التغيرات المناخية، فبتأثر على المحاصيل الزراعية وجودة المحاصيل الزراعية، فأكيد بتأثر على العناصر الغذائية الموجودة داخل هذه المحاصيل الزراعية. احنا دائما الهدف الرئيسي اللي يمكن فخامة السيد الرئيس بيطلقه هو توفير غذاء آمن وصحي ومستدام، وتحت هذا العنوان كل الوزارات تعمل، كل المعامل بتعمل، كل الإجراءات الرقابية، هيئة سلامة الغذاء، وزارة الزراعة، وزارة الصحة والسكان، كل الإجراءات بتتبع الإجراءات المنضبطة رقابة دائمة، لأن هو الإتاحة والأمن والصحة والتوفير والاستدامة، فدي كلها عناصر للأمن الغذائي. معالي الوزير، يمكن مصر في كوب 27 بتتحدث بلسان أفريقيا، ودول أفريقية كثيرة متأثرة بمسألة الشح المائي، إلى أي الأطروحات تقدم الدولة المصرية في منتدى في قمة المناخ كوب 27 لحماية أفريقيا من مسألة الشح المائي؟ هو مصر بتستضيف الكوب 27 نيابة عن الدول الأفريقية، وبالتالي هناك ارتباط وثيق وتعاون مع الدول الإفريقية، ودائما القيادة السياسية بتكثف وتشجعنا دائما على الانخراط مع الدول الإفريقية وتقديم كل الدعم للدول الإفريقية. كل المبادرات التي تم إطلاقها اليوم هي ليست مبادرات للدولة المصرية، ولكنها مبادرات لكل الدول وبصفة خاصة الدول الإفريقية والدول العربية الموجودة. يعني مبادرة فاست التي تم إطلاقها صباح اليوم هي عبارة عن تحفيز وتشجيع التمويل للقطاع الزراعي وبرامج التكافل في القطاع الزراعي سواء في الدولة المصرية أو في كل الدول الأفريقية، وبالتالي كان حضور مكثف من السادة وزراء الزراعة الأفارقة الأشقاء بوجودهم معنا صباح هذا اليوم في إطلاق هذه المبادرة، ومتضامنين مع هذه المبادرة وداعمين لهذه المبادرة، لأن دي كلها برامج ومبادرات بتطلق لدعم كل الدول الأفريقية وكل الدول النامية وكل الاقتصادات الناشئة. عظيمة. معالي الوزير، قديما كانت مشكلتنا في هي الناس اللي بتبور الأراضي الزراعية فقط، لكن دلوقتي ظهرت مشكلة جديدة وهي تأثير التغيرات المناخية على الأرض الزراعية، فبالتالي بتأثر على كل المحاصيل. خطة الدولة في التوسع، التوسع الأفقي والتوسع الرأسي أيضا. يمكن التغيرات المناخية بتؤثر على الأراضي الزراعية، والتدهور التربة والتصحر وقلة الأمطار أدى العالم بيفقد ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر وتدهور التربة. الدولة المصرية بتعمل على التوسع الأفقي، عندنا يمكن من الدول القلائل في العالم اللي بتتوسع في الصحراء، اللي بتزرع الصحراء، لأن زراعة الصحراء واستصلاح الصحراء مكلف جدا، لكن الدولة المصرية بتنفق على هذا المحور مليارات بسبب إضافة مساحة من الأرض الزراعية، تعويض ما تآكل من الأرض الزراعية القديمة عشان ندعم ملف الأمن الغذائي، وبالتالي دائما ملف الأمن الغذائي ومحور الأمن الغذائي في يعني من ضمن أولويات القيادة السياسية. يمكن قطاع الزراعة شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال الثمان سنين اللي فاتوا. يعني معالي الوزير، كمان هنا بنتحدث عن مشاركة المجتمع المدني ومشاركة القطاع الخاص في حل كل المشاكل اللي الدولة بتقابلها، دور القطاع الخاص في مسألة الزراعة؟ بالمناسبة القطاع الزراعي أكثر من 90% منه قطاع خاص، دور الوزارة الزراعة والدولة هو تدعيم القطاع الخاص، وبنقدم كل السبورت لهذا القطاع، لأن إحنا وكائما في كل المبادرات الهدف منها هو تحفيز القطاع الخاص للاندماج والانخراط في هذه المبادرات، لأن القطاع الخاص والمجتمع المدني له دور فاعل ودائم في كل المبادرات. صحيح. ودائما في خمسة رئيس يدعو القطاع الخاص للمشاركة في كل المشروعات. معالي الوزير السيد القصير، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وزير الزراعة، شكرا ليك يا فندم. شكرا.